اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج واحد من الناس. حياكم الله واهلا وسهلا بكم بجولتنا وتواجدنا اليوم في احد اهم شوارع العاصمه بغداد. وهذا الشارع ايضا احنا زارين هوايه ومتواجدين بهذا الشارع هوايه وحاسين عن هذا الشارع وتفاصيله ايضا هوايه. لكن اليوم اختلف الموقف بموضوعة شارع سوق الصدرية. الصدرية معروفة انه منطقة قديمة، منطقة تراثية، منطقة الناس اللي عايشين بيها من البغادلة الاصليين قدامة، منطقة كانت يعني تعبانة ومتهالكة وما زالت الضيم موجود بها لكن اهون مما كانت سابقا. انفتح هذا الشارع وهذا الشارع واحد من اهم شوارع بغداد. الامانه اشتغلوا على هذا الموضوع وعلى ترتيبه وتاهيله وانفتح بشكل يعني واضح جدا انه دخول العجلات. 18 سنه او 17 سنه مغلق بالكتل الكونكريتيه ومهمل بصراحه. اليوم احنا والله نفرح من نشوف شارع منفتح، نشوف انه يعني مكان يليق ببغداد، يليق بأهالي بغداد، وهذا الزخم المروري اللي يوميا عانى منه أيضا شوية تنفس، شوارع تتنفس. طبعا الأخوة بدوائر المرور أيضا مشكورين على تنظيم السير بهذه المنطقة، وأخوتنا أيضا القوات الأمنية اللي موجودين بهذا الشارع لأهميته ولحيويته أيضا تواجدهم مهم، بالإضافة إلى كل أهلنا حبيب عمي، كل أهلنا وناسنا اللي يشتغل بهذا الشارع، اللي هو مصلحته بهذا الشارع، اللي هو عمله بهذا الشارع. وهو هذا الشارع هو واحد أنا قلت من أهم شوارع بغداد، يعني شوية هم التغيير مطلوب وضروري، يعني ضروري جدا الالتفات إلى هذه المناطق، لأنه هذه المناطق أصبحت متهالكة بسبب الغلق، بسبب الوضع الخدمي المتراجع، وصارت بمشاكل هواية. لكن احنا نطمن من نشوف اكو شارع انفتح. عموما خلينا نشوف اللقطات العامة من هذا الجانب، جانب الشارع. وايضا بجولتنا هذه معروفة انه دائما التواجد بها هو لنقل واقع الناس بشكل ميداني، بشكل واقعي جدا، وبالتالي ننظر لهذه المناطق أهميتها وجماليتها والناس القدامى اللي بيها. احنا عادة خلي والله نشوف المقاهي، المقاهي القديمة واحد من أهم المقاهي أو واحدة من أهم المناطق اللي يرتادها كبار السن لوضوحهم يعني لقضاء بعض الوقت في هذه المناطق، لأن هذه المناطق هي حيوية مثل ما قلت قبل قليل، وهذه المناطق بيها هذه المقاهي الشعبية، المقاهي البسيطة اللي بيها اللي يبيع. احنا هذه افتقدناها جدا، هذه الحالة افتقدناها جدا في بغداد للأسف. الجرائد وحدة من الوسائل المهمة جدا لثقافة الشعوب، هذه الحالة افتقدناها بهذه السنوات الأخيرة للأسف. هذه وحدة من كثير من المشاكل اللي الآن احنا نفرح من نشوف هذه الجرائد اللي تباع. كانت قبل تباع بشكل واسع وبها حركة بيع وحركة قراء، اليوم لا، للأسف لتراجع الوضع الاقتصادي، تراجعية المؤسسات الإعلامية تحديدا بهذه القضية، وبالتالي يمكن جزء من عمل بعض الناس انه هذه الجرائد. عموما السلام عليكم، شلونكم عمي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اقعد يومكم شوي يا عمي، شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين. شو اخبارك؟ شاي شاي.
والله شايات هي هسه صدق ما شايات. شايات كم واحد انتم؟ لا احنا خير من الله، بس الجماعه ما يقدرون يشربون عمي. ليش؟ جاي يشتغلون يصورون وما يقدرون، بس انا اشرب شاي على عنادهم. شاي عيني شاي. شلونك عمي؟ حي اهل انسان. شلون شغلك؟ شلون الوضع هنا بالمنطقه؟ زين ان شاء الله. زين ومو زين. الزين شنو هو مو زين؟ اهم شيء الزين الشارع تنظف، قلت الشارع طلع شارع عموم هذه شويه نسبيا 5% يخف من الزحام، بس هم لازم يقولون بجيل هذول الناس الفقراء كذا، هذول الناس اكثرهم لا رواتب عندهم لا شيء، على باب الله قاعد يزعل ابو البسطيه كذا، هم لازم يحلون قضيتهم. هذا اهل تنابره. أنا ذاك اليوم قبل في 6 شهور هم صارت هنا أجت. هم صارت حملة. صارت لا مو حملة، أجوا أحد القنوات أعتقد الرشيد. قلت لهم أكو حل بديل. هذا الجراج السينما كان صيفية جراج هسه. هاي السينما كبيرة مساحتها قيمة 600 متر. جيبوهم دخلوهم قول لهم عمي كل واحد يسوي له فد دكان. زين. وأجره 50,000 دينار ألم كل ما ذولا شنابر. والبقاء قيل عنها بالسينما، ليش واحد مسؤول ما أخذه فارغ لا سيارات بي ولا شيء، وخال له شيء هذول استفاد منهم أجيبهم. يا تعال روح سوي لك دكان محال زين وخذ منه فلوس 50,000 دينار بالشهر كذا، ويصيروا ممنونين أحسن ما مبحثرين هناك زين. قلت لهم لازم الحملة صارت قبل 6 شهور بجانب إيجابي بجانب سلبي. صحيح. الجانب السلبي هذا وين يروح؟ صاحب عائلة جايين أكثر من محافظات، جايين شغل عمل ماكو، أغلبهم من المحافظات، بس أبو الراتب عايش المتقاعد الموظف، شباب عاطلين، أخليهم هيجي هدا هم أسوي لهم فتح حل. هو الحل إحنا هم حاكين، إحنا هم حاكين بالحل يا قناة، إحنا زاغروس إحنا حاكين بالحل. الحل أنا من نحكي ويا الأمانة، أنا أول البارحة كنت ويا الأمين، وقبل فترة هم كنت ويا الأمين. السؤال اللي انطرحه اريد حل لهذا الناس، وهو هذا بشكل هذا سؤال يعني صار منطقي يعني واقعي، سؤال وجيه هذا وجيه ما بي مشكله. زين انت من الشيله على عيني وعلى راسي تلقى له البديل، يقول انا مو من صلاحيه البديل انا شلون نحصل البديل واحنا بغداد صارت كلها حواسم، صارت كلها تجاوز، صارت كلها مشاكل. استاذ روح هاي السينما ساخذك عليها الجراج من على اليسرى نهاية الشارع، قبل نهاية الشارع على اليسرى جراج كبير يعني تقريبا 600 متر مربع مساحته. هذا ويصير طوابق 4 سيارات ما بيها، لا طابق واحد، لا خلي يصير طوابق شكو بي. كل كابينة مثل هذا الدكان أعطيه 4 مترات 2x2 4 مترات مربع، وأزجهم بيها خليهم أخذ منهم. عمي روح تبني من كرتون من صفيح من ألمنيوم من خشب، سوي لك كابينة 4 مترات مربع واشتغل بيه زين، حوالي 150 إلى 4 مترات 150 أهل جنابر يحتوي إلى 150 شخص. أنتوا إيه لأنه 600 متر كل جنبر أسوي 4 مترات مربع 2x2 4 أعلمهم غير أولا قلت هذا بهذا رح شي يصير، لو رح يسرخ لو رح ينحرف ما عنده وسيله صعده وقت فراغ يريد يعيش. الحمد لله على كل حال. ايه انت شغلك هنا شلون؟ والله انا متقاعد. انا متقاعد. اي متقاعد. انا قبل شويه هم ذكرتكم قلت انه شويه تقضيه وقت تغيير جو. الاخ هم قاعد متقاعد. زين احنا متقاعدين عايشين احنا، والمتقاعد هم ظالمين المتقاعد. زهرة الشباب حياته كلها راحت خدمة الدولة زين، بعدين يطلع لك 400-500 اللي ما عنده بيت اللي ما عنده مسائل طبيب. هسا أنا ودعتك أخذ لي 420 على الضمان الاجتماعي كل شهرين 840 150,000 دينار بس للدواء 4 أمراض بيها قولون بروستات، هاي عيني العملية زين ما دخل يا جو الطبيب يجيني ما يفتهم كذا يعميني فد 1.5 مليون من عملية زين، فقرات عندي يعني عدم سواقك اليوم متطلبات الحياة اليوم بيت مالي
نعم. اي برخب زمان رخص قبل 40 سنة سويت بيت أخذ لي قطعة أرض ب4000 دينار وبنيتها هنا. هذا بس اللي ما عنده بيت شلون ياخذ له 500 600؟ زين 500 600 مو فلوس، هذا مو مبلغ بهال الوضع. هسه لا اي هسه كيلو الطماطم صار ب1000 دينار. هسه ما نعرف القدره الشرائيه ضعيفه، الاسعار ده تصعد. شنو هالفيلم؟ شنو هاللغز؟ القدره الشرائيه ضعفت، مو مثل اول ناس تصور. هسه اللي تلزم تسولف وياك لك دولار. دولار علق صار من كان 120 صار 150 و148 الدوله والحكومه تعتمد على الدولار، غلطانين. هذا مو تخطيط اقتصادي. هسه الدولار صار ب 63 اليوم، مو ب 80، 63 نزل الدولار. زين طبعا برميل النفط صار ب 63 نزل، ممكن يصير ب 50 احتمالات، يعني وصلت هاي مضاربات السوق. امريكا نزلت خزين، السعودية نزلت خزينة حتى ينزلون أسعار. فإحنا مثل تحجي على أحادية زين الاقتصاد، الاقتصاد الريعي هذا يدمر المجتمع. زين هاي مو حل. هذا الحل صحيح أكو ما تخطيط اقتصادي، ماكو تخبط، أكو ناس يتسنموا مسؤوليات مو بقدها، ناس ما مو ذيك الإمكانية وذيك الكفاءة الاقتصادية وكذا، ناس ما يفهمون، جابوهم يعينوهم عينوهم. أي رئيس وزراء جاء معين، أثقلوا مفاصل الدولة بالموظفين. سعودية وإيران أكبر من إيران، أكبر من عندنا السعودية بقدنا، ما عندهم موظفين. إيران 85 مليون نفوسها، ما عندهم 4 ملايين موظف. احنا الدوله تعطي 8 ملايين بين متقاعد بين الرعايه. وبعدين هاي الرعايه شنو رعايه؟ هاي قديه، هاي المعامل مصانع. فد واحد سياسي من جيب اسمه، قلت للمالكي من كان رئيس وزراء، قلت له انت شنو هاي الرعايه تعطوه 50000 دينار قبل ما يصير 125، قبل 6-7 سنوات. قال له الحل هاي المعامل الحكوميه 25000 معمل اهلي، ادعمهم بالكهرباء، ادعمهم بالمواد الاوليه، اعطيهم حمايه، خلي ينتجون 200 معمل حكومي يستوعب له مليونين عاطل. يقول تعال مالك ايش قال لي؟ قال لي الامريكان ما يقبلون. يقول هم نرجع ايش اسمه الاشتراكيه والقطاع العام، احنا نريد. زين كل هاي نسقطها وكذا. قال لي الامريكان ما يقبلون، الامريكان ما يريدون. يقول هم ترجع الاشتراكيه، ترجع القطاع العام. زين احنا نريد نخصص حتى المويه الكهرباء نخصصها، حتى التعليم نخصصها. للاسف انا جدا ممتنع من جماعه. خلي يشربون شاي، احنا نرجع ونشرب شاي حبيبي عمي، جزاك الله خير. لا شربنا بعد، انا شربت انا الجماعه شاي. أنا جدا ممتن عمي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، الله يديمك، الله يحفظك. يعني والله يعني كلام بهذا المستوى، يعني الواقع اللي نذكره يومية، هذا كلام منطقي. يعني هذا الكلام اللي يسمعوه من الواقع. يعني احنا ما دام احنا موجودين في الواقع، في الميدان، في بالشارع، هذا الكلام نسمعه احنا يوميا. بس هي المشكله جيب اللي يسمع، جيب اللي يسمع هذا الكلام. احنا تناولنا القضايا الاجتماعيه، تناولنا القضايا الاقتصاديه، تناولنا الان بهذا العمر الرجل اللي تحدث قبل قليل عن سلسله مشاكل، واحنا محددين الاخطاء والمشاكل اللي موجوده محدديها. بس مشكله. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ واحده من الامور ايضا اللي لازم نلتفت لها، وايضا لازم ننتبه لها في بتواجدنا داخل هذه المناطق، قضيه العمل. هذا كان الشارع مثل ما تعرفون، واحنا كنا نزوره دائما. حياك الله عمي، شلونك؟ الله يخليك، شلون عافيتك؟ ان شاء الله زين، شلون امورك؟ الله يسلمك ان شاء الله، شلونكم؟ بارك الله يديمك، نور اليوم بوجودك من المنطقه، من خارج المنطقه،
لا من المنطقة أنا. ودرس متقاعد. حياك الله. حياك الله. هنا العفو. أغلب المتقاعدين أو أغلب المناطق اللي نزورها خصوصا هذه المناطق الشعبية. المتقاعدين خاصة إنه هذه المنطقة صدرية بيها المتقاعدين هواية، هسه تقضية وقت عبرة وقت. لو هم الدانشون الأفكار والسولفون بمواضيع هواية. أنا ارتاح شيء على التعليم. هو التعليم واحدة من الأمور اللي لازم نسولف فيه. إي. شو التعليم؟ التعليم في الوقت الحاضر فاشل فيه فاشل فيه فاشل. شلون؟ الأسباب التالية. أولاً وزارة التربية لما فتحت المدارس كان المفروض أهل الشغلات الخاصة بالمدارس من قرطاسية من هيئات تدريسية من تعقيم. اللي ظاهر هسه عندي بنات اثنين بالمدرسه، التعليم فشل بحيث يصب الطالب اول شيء واجع شغله الكتب ماكو اصلا، وهسه حتى المعلمين بصراحه مو ذاك التدريس 100%، بحيث ينطي للطالب يوميا 10 الى 15 ورقه. وشفت مره ثانيه 3 امتحانات الى 4 في يوم واحد، وهذا يسوي ارباك للطلاب. بحيث الطالب يطلع من الصف او الى مرحله اخرى وهو ما مفتهم كل شيء. وهي مشكله. الشيء الثاني اللي شفته ايضا مستلزمات الصف من تباشير، عفوا اي تباشير خلينا نقول، من رحلات، من صبورات، معظم المدارس صبوراتها مكسره. تضطر احنا المعلمين والمدرسين ان نسوي حمله عمل شعبي بحيث ننظف او نرتب ما محتاج الطالب من رحلات. والله العظيم يعني رحلات متكسره لدرجه بحيث بعض الطلاب يجيب وسيله يقعد عليها في سبيل يشوف يحضر الدرس او يسمع الدرس. هسه انا خل اتداخل وياك. يا سنه بيا سنه تعينت يعني؟ انا تعينت سنه 89. 89 العفو 79 70 79. العراق كان بي بي بسنوات الازدهار. قوه الازدهار نعم. بالضبط. زين. هسه نحكي عن المدارس بما انه اختصاص. المدارس من ذاك الوقت لليوم ما عرفنا نديرها، لو عندنا مشكله بالابنيه، لو عندنا مشكله بالكوادر التدريسيه، لو عندنا مشكله بالوزير، لو عندنا وين المشكله؟ نريد نحددها حتى شوي نبلش الشغل بيه. الخلل الرئيسي التدريسي وزاره التربيه بصراحه الاداره او نقول الوزاره نفسها. الوزاره المفروض من تبدي على وتقدم على شيء تاخذ ألف خطوه لهذا الشيء. زين. فسابقا كان اتذكر الكتب الرسميه اللي توزع على الطلاب 100% على شرط جديد، ويسمح للطالب انه اذا استلم كتاب قديم يشتكي ويقدم شكيه. في الوقت الحاضر يعني الوزاره لا شيء، بحيث لا تنتبه على الكتب ولا تنتبه حتى على الهيئات التدريسيه. هيئات تدريسية أكثرها مع احترامي لهم مجرد أخذ 15 ورقة، أخذ 30 ورقة، أخذ 40 ورقة، إذا بيشرح لا، اللي ما بيحضر وما يشرح أني كذا كذا كذا، يستخدمون شتى الأساليب في سبيل أنه يمشي اليوم ويشطب يوم حتى يوصل الراتب. هذا ضعف في القانون. لو خلينا نقارن القانون اللي كان أنتم في وقتكم، القانون مو كشخص، أنا أحكي عن قانون، والقانون الحالي. اكو مشكلة باختلاف القوانين لو شنو القضية؟ القانون باقي نفسه. حاسبكم القانون؟ كنا بصراحة نتوقع زيارة المشرف في أي لحظة كانت. الآن المشرفين دا يجون بالشهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر مرة، يجي يقعد بالإدارة فقط يسولف ويكمل حسب الأصول، لو يزور تصور أنا عندي خدمة 44 سنة يمكن مرة واحدة ما فات شهر ما جاني مشرف. اخر شيء قالوا الاستاذ هذا بعد قديم بعد نور الله. الان المشرفين يجون ما يزورون المعلمين ولا يزورون يقولون بحيث هالايام. حبيب حياك حياك. صار صار فدوى قلبك فدوى قلبك يا طيب. وخاصه في مرحله ابتدائيه يعني طبيت في احدى المرحلة المدارس الابتدائيه، القى المدرسه المعلمه قاعده بالاخير قاعد حوك، والطلاب شاطي باطي بالصف ما تدري وين راسها وين شديدها. فاذا الخلل عفو الخلل بالاداره تقريبا الاداره والوزاره والهيئات التعليميه بصراحه. احنا وين اتجاهنا هسه بالدراسه؟ بالموضوع يعني العلمي بشكل عام.
نحو الأسوأ، لو عندنا بعد أمل شوي يتحسن الوضع، لو نقرأ السلام. تأهيل التنمي العلمي للأسف نحو الأسوأ، بحيث ماكو يعني خايف يعني النوبات أقول فاليوم نستورد أطباء، فاليوم نستورد مهندسين، فاليوم نستورد مدرسين، يعني ما ذاك الكادر الموجود في بحيث يأهل الطلاب أن يروحون إلى مطافات أخرى. وأحسن مثال يارتس أنا بالكلية كان باكر عقبة ما تعين أبطل، وأحسن لي خلي أتجه نحو الأعمال الشعبية أحسن لي بخير من ما أروح إلى الهاوية. جدا ممتن. يا هلا مرحبا. معلومات سهلة. يا هلا مرحبا. الله يديمك. الله يحفظك. حياك حياك الله. هذه المصيبة اللي احنا كنا أو خايفين منها. هذه المصيبة اللي خايفين منها إنه يجي يوم من الأيام مثل ما استوردنا الطماطة راح نستورد طبيب. يا عراقيين، يا منظومة المنظومة العلمية التعليمية، المنظومة التدريسية، في يوم من الأيام راح نجي إلى موضوعة إنه نستورد طبيب ونستورد معلم. هذه كارثة. العراق هو من كتب الحرف، وهو من وضع القانون. العراق بثقافات، العراق بمجتمع مؤهل للقيادة، العراق بثقافة الحوار، العراق بفنانين بمطربين من مختلف التسميات والمسميات. قضية إذا توصل بهذه النتيجة في يوم من الأيام نستورد، لا والله للأسف إذا نستورد كل شيء هذا للأسف، هذا طامة كبرى. هذا المفروض إحنا المفروض ندير البال، يعني المفروض، لكن مشكلة. أنا من حكينا ويا معلم بهذا المستوى صار لأربعين سنة خدمة، طبيعي طبيعي جدا. ما راح احنا ما نقارن بين اليوم وبين السابق، ما راح نقارن، لكن نشوف الرؤية اللي موجودة، مو وجه مقارنة، لكن نشوف وجهات النظر اللي موجودة قبل 40 سنة شلون وهسه شلون. هذه كارثة. البلد الوحيد اللي هو ماضية أفضل من حاضرة للأسف. يعني مشكلة والله، يعني واحد هذه أنا أعتبرها مغثة من الصبح. يعني السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ قواك الله. ملاوات عيوني إن شاء الله زين. الحمد لله بسطيه. خير من الله. يدوم الخير. ملاوات. شلون وضعك؟ والله الحمد لله شكرا. الحمد لله. الحمد لله شكرا. أبوكم كلش إلا الرصيف بعد. إلا الرصيف، شو نسوي؟ الحمد لله. طالعين على عيشتنا. هم الشارع يرادلة. هم يرادلة واحد. حكومة حق علينا. لا شلون؟ ما نتعاون ما نوصل. لازم 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 نتعاون ويا حكومة ويا أمانة. بس غير سوينا بديل. أي. فشي يعني. صح. نسترزق بيه. لو يعني هسه أنا ولد شاب، وين أروح؟ عندي هاي مصدر رزقي، وعندي أطفال، وعندي جهال، وعندي والدتي وياه. رحم الله والديك. بس أكو غير مصدر رزق اشتغل بيه وطلع على باب الله. وهذا رزقك. رزقي هذا، وين اروح؟ ماكو شغل. بس لازم تسوي لي بديل. ماكو بديل. البديل احنا قبل شوي هم حكينا ويا الاخوه، البديل اكو ساحه هنا 600 متر 700 متر موجوده. في حكي بس ماكو تطبيق. اكو حكي بس ماكو تطبيق. تأجرون لو هم يصيرون. يأجرون نتأجر من عندهم. شوف شلون يصير، يعني احنا ندفع فلوس اذا اكو يعني ساحه ونسترزق بيها وعلى باب الله، يعني شلون؟ شكو بيها، خير من الله. بس ماكو، بس حكي. يوعدونا نسوي لكم ساحه، هاي اربع ساعات هنا، واحد من عندهم خلي يسووا ساعات للمخضر وللبقاله وللمخضر وخضره وشغلات محتاجه العائله. بس ماكو، لحد هسه ماكو. يوميا يجوني اطلع 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 عربانه، الا هلا عربانه يساعدني بارغسي وينزلني. متحركه عربانتك مو ثابته. اي متحرك، بس يعني سويت شغلات خفيفه. اي يعني ما اقدر هسه وقع عندي عربانه هنا انقلب، زرع كله انقلب. لا الشرطه قال يلا اسعد اسعد، ساعدتني هنا انقلب عربانه كلها انقلب القاع. عالم جوي لما وياه هاي عيشتنا.
الحمد لله شكرا على كل حال. الله يكون بالعون. رحم الله والديكم. الله يوفق. ان شاء الله بكد يوصل صوتنا لل ذول قاعدين هناك ويشوفون حل، مو بس الي يعني، واحد من الاف المؤلفه. صحيح. اكو عندنا شباب قاعدين اطال وبطال. للاسف. والله العظيم يعني انا مواليد يا اني 80. بس غير هاي كلها من ضيم وقهر. الحمد لله. الحمد لله شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. يوفقكم ووفق الأمة محمد إن شاء الله. الله يحفظك. بكد يا الله يصير خير، هاي قناتكم المباركة. أبو من؟ أبو بنين. أبو بنين. أبو بنين هسه عب الضيم شوي خلنا نتنفس عب الضيم. أيني. أبو بنين. الحمد لله شكرا. لا الحمد لله. نمشي وعندنا صحة وعافية، خير من الله. والله. أبو بنين. أسعارك شلونها بالله؟ والله اسعاري ويا سوق يعني زين 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 يعني مع درجه اولى. هذا هاي درجه اولى. زين بايش كيلو هذا؟ كيلو بثلاثه. ثلاثه؟ اي هذا عليه بثلاثه الا ربع دعوه بثلاثه. زين هسه اللي موجود كله عراقي، ماكو ما عندك شيء مستورد؟ بس يعني لا لنقي عراقي عندي، برتقال عراقي عندي، حامض عراقي عندي. لا التمر، انا اقصد التمر. انواع التمور العراقي عندي كلها عراقي. جي. اي سواقك من الشورجة مو لو من الجميلة؟ الحمد لله. الحمد لله شكر. الحمد لله وادياكم. الله يعطيك. الله يوفقكم ان شاء الله. تحتاج احنا موجودين. لا رحم الله والديكم، ما تقصرون ان شاء الله. الله يعطيكم صحة وعافية. الله يديمك. ابو بنين هسه احنا وهذا رزق وعلى باب الله، انت ماشي هسه برزقك، ما اريد اخرك. لا عادي يعني شيء على شيء، الناس تشتري له. لا الحمد لله شكر. لا الحمد لله شكر. اكو هو يطلع الألاقة للبيت. آه الحمد لله شكرا. شنو يسوي؟ قابل يصير تجار؟ الحمد لله والله. لا الحمد لله. عيوني عيوني. تحتاج مننا شيء؟ لا رحم الله الله عليكم. ممنونين ممنونين ممنونين. اليوم مسواق العائلة علينا. عيوني. خدمتك. لا قادم ربك استغفر الله. مسواقكم علينا. ممنون. ممنون. يديمك الله يحفظك. هسه ارجع لك هسه ارجع لك. حبيبي حبيبي أنت. هذه اللقطات وهذه الصور اللي تلاحظوها. هذه الصور وهذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا طبيعي جدا من نشوف اهلنا وناسنا واصدقائنا يشتغلون بهالعمل هذا ويعيشون من خبزة حلال. وحياك الله حبيبي. انا طولت ويا ابو بنين، اخذنا من السوالف. ابو بنين شلونك حبيبي؟ شخبار غالي والله. انا مريت من يمك سلمت علي. بس قل لي دائما والله العظيم واحد يريد نطلع اللي بقلوبنا. تعبنا القهر، تعبنا الضيم، جوعانين، الشعب كله كاتل الجوع والضيم، العراقيين تعبوا على مدى 18 سنه. يعني مع الاسف اغنى بلد بالعالم، افقر بلد بالعالم، هاي الخيرات والموارد اللي تطب للعراق والنفط والهالخيرات هاي ما متنعمين بها العراقيين مع الاسف. يعني حال تبكي على العراقي من تشوفه دا يدفع عربانه او مفتح بسطيه او تشوف الناس هسه باع اهل العربان ذول كلهم يروح يجل عربانه بألف دينار في سبيل يشتغل في سبيل يطلع له مصرف 5000 او هاي. يعني حاله مؤلمه. العلاقه هسه الناس هسه الاكل هسه انا كمواطن اخاف اصرف 1000 دينار او اخاف اصرف 5000، اقول اخ باكر ما احصل هاي ال 5000، لان ليش الحركه التجاريه متوقفه؟ سعر صرف الدولار اذى العراقيين بصوره كبيره. ايش قد ما كنا الفقير تعبان، تعبنا من الزايد. يعني ما شنو الخطوه الايجابيه من سعر صرف الدولار؟ غير المفروض انعكاساتها على المواطن، غير انعكاسات على زياده اسعار النفط، غير تعم بالفائده على العراقيين. زين هذا مو النفط العراقي؟ مو ما الدستور يقول النفط والغاز ملك الشعب العراقي؟ وين هسه احنا شفنا من النفط على مدى 18 سنه وهاي الناس كاتلها الجوع والظلم. الخريج اللي يدرس ويتعب على نفسه اخر شيء يسوي؟ لو يدفع عربانه، لو يفتح بسطيه، لو يشتغل حمال بالشورجه. هسه تعال باع الحماميل بالشورجه نصهم ما محصلينها اخي. الوضع تعبان، الوضع مأساوي، الواقع المعيشي مرير بالعراق مع الاسف. يعني هذا احنا بلد الحضاره والتاريخ وهالعالم هاي والشعب العراقي هيك يصير نوصل لهالمستوى الرذيل من المعيشه؟ المواطن اليوم دينذل من وراء العيشه، دينهان من وراء العيشه، في دينهان في سبيل يطلع لقمه العيش لاهله ويودي مصرف العائله
عنده، زين اذا ماكو شغل وماكو عمل والحركه التجاريه متوقفه والما... شلون الانسان يعيش؟ نفتهم يعني ما نعرف، زين اللي عنده راتب والله نقول شويه ساعده، زين اللي ما عنده راتب شلون هاي الم... هاي الناس الفقراء منو اللي يفكر بيها؟ منو اللي يدعمها؟ منو اللي ينطيها؟ ما دعم السياسيين صم من بق من عمين اتجاه الشعب، مصالحهم الخاصه مغانمهم من البلد حصلوا ما حصلوا دم لخفوا ما لخفوا من الفلوس هاي والمليارات ومتنعمين وباع التعليم والصحة والسكن والخدمات كل شيء ماكو منهارة، الكل شيء منهار بالعراق. المواطن قلت لك ذليل على مدى 18 سنتين، ذليل يراجع مستشفى، ذليل يراجع بالتعليم، ذليل بالسكن، ذليل بالشغل، ذليل يراجع له دائرة، ذليل. شنو المواطن العراقي هيك ينهان على مدى 18 سنة؟ ليش ليش يعني ليش نبدأ نعرف هاي الفلوس مو الشعب العراقي العراقي كان اولى بها؟ ما عمرتوا لكم فد شيء، ما بنيتوا لكم فد مستشفى، ما سويتوا لكم فد مدرسه، ما سويتوا فد منجز نفتخر به على مود نقول ذولي بنوا عمره ما اجيتوا. هاي الشباب هاي اللي ملاقيه شغل وعمل شنو ذنبها؟ انا اريد اسالهم سؤال، ليش دا يدرسون هالناس؟ ليش دا تفتحون التعليم؟ الغوا التعليم بالعراق، اذا هو يدرس 18 سنه وهذا واخر شيء ما يلقى له وظيفه، ليش دا يدرس؟ اذا انا اروح للمستشفى اعالج وما القى علاج او ما القى طبيب، ليش فاتحين المستشفيات الحكوميه؟ ما اعرف يعني الناس اللي التجاوز القاعده دا تطلعوها ما يبني لها بديل على مود يطلع، يا كل شيء ماكو، كل شيء ما متوفر بالعراق، يا اخي ماكو هيك يعني. احنا والله العظيم تبكي على هاي الناس الفقراء، تبكي على ابو البسطيه دا يبكي، ابو العربانه دا يبكي، ابو البسطيه، واقع ما نريد نعيشه. انتم ما زين هاي معاناه العالم، الاهات اللي دا ينطوها بالقنوات، القنوات اللي دا تنقل هاي الناس، والله العظيم والله العظيم يشهد الله جاي كل شيء يدرون وكل شيء يوصل لهم وكل شيء جاي يشوفون، بس هو هذا بعد صار الطبع اللي بيهم الاذان سادينها والحلق سادينها وكل شيء ماكو للاسف. نعمين بالخيرات، لا ما يهمهم، ما همهم هالبلد حبيبي الغالي. جزاك الله خير يا طيب، الله يديمك ويحفظك. هذه القضيه لازم ننتبه لها، المشاكل اللي نشوفها يوميه ترى مو هينه، المشاكل اللي نسمعها يوميه مو هينه، مو بهذا المستوى اللي كنا نتمناه للاسف، كنا نتمنى يكون البلد يتطور ويصير يعني جهه فنيه، جهه حضاريه للمجتمع الدولي العالمي، وللاسف اصبح بهذا الشكل لانه هذا الواقع اللي موجود، الواقع المرير، وللاسف هذا الشيء اللي نشوفه يوميا يحز بداخلنا ويحز بنفسنا، نشوف شبابنا وناسنا بهذا المستوى، هذا المستوى المتراجع، هذا المستوى الغير مقبول، لا مقبول يعني عربيا ولا حياك الله شلونك اليوم؟ الله يديمك، الله يحفظك، ولا مقبول من ناس لزموا البلد على مدى 18 سنة. هذه ردة فعل طبيعية، لازم اللي يسمع ردة الفعل اللي الآن موجودة يقبل بيها، لأنه هذا واقع موجود، هذه نتيجة لما تمت إدارته لمدة 18 سنة، هذه النتيجة الآن. شلونك حبيبي؟ شو أخبارك عمو؟ شلون صحتك؟ إن شاء الله زين. أيوه مالك؟ والله مرتاح إن شاء الله؟ أيوه والله. شلون شغلك؟ عم بعد شو تريد؟ هاي بعد شو تريد؟ والتاكسي وقفلك. شلونك عمي؟ يا حبيبي حبيبي. والله تاكسي؟ لا والله. 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 احنا بخدمتك. اي والله هنا احنا. بدوي قلبك. مسوق البيت اليوم؟ لا والله موج. والله. قد عندك والله امكانيه فلوس؟ اي والله. ها؟ بس الالف؟ اي. بس الالف؟ اي والله. احنا بخدمتك. راح يعطيك مبلغ. اوقف هنا. السلام عليكم. سلامك حبيبي. حبيبي. اخبارك؟ والله مع سلامتك ان شاء الله زين. الحمد لله. شوفتك كافي. رحم الله والديك. شلون امورك؟ حياك حياك الله حبيبي عمي. احنا بخدمته. بخدمته. ما مصدق الرجل. يعني هذه طبيعة الناس الفقراء بهذا المكان اللي على باب الله. نشوف واقعهم بهذا الشكل، والله اليال اللي يقدم شيء. طبعا
جزاهم الله خير الناس اللي حبيبي حبيبي ها انطاك؟ يلا هاي هاي موفق حبيبي حبيبي عمي الناس جزاهم الله خير اللي ينطي المساعدة والمساهمة ويعطينا يحملنا هذه المسؤولية حتى نساعد هذه الناس الناس المستحقة لوجه الله الرجل اللي يتبرع بمبلغ من مادة من لا تذكرون اسمي قال يعني جزاهم الله خير الناس جاي تعرف وجاي تعرف شلون تساعد وجاي توصل رسالة السلام عليكم شلونك حبيبي عمي شخبارك الله يديمك وجاي تساعد بعضها هذا جزء لازم ما ننساه أيضا هذا فضل الناس لبعضها هذا فضل كبير جدا عموما السلام عليكم شلونكم عمي شو اخباركم ان شاء الله زينين متريقين ها بعدكم هذا اللقطات احنا حياك الله حبيب عمي شلونك شو اخبارك قلبي شلونك ان شاء الله زين امورك مرتاح ان شاء الله ان شاء الله الضحكه دوم ما عندي بعد ما عندي بعد ها ما عندي بعد ما عندي كراميه تريد كراميه ها كراميه بخدمتك تشتغل عمي قاعد والله شوي تشتغلن قاعد ها مدني قاعد وقاعد وقاعد مال قاعد قاعد هي دي شلون شغلك زين زين هنا يا قدم يفضل يكفى موفق حبيبي قدمتك انتظرنا عم انتظرنا هذه الصور طبعا الحركة التجارية مو مثل ما كانت قبل سابقا حركة مستمرة لأنه السوق يعني وحركة دائمية واليوم أغلب البسطيات يشوفونهم صعدة والرصيف بس من الجانب الحضري فهذا جزء مهم جدا ومن الجانب الخدمي أيضا هذا ومن الجانب المساعدة أيضا اللي الآن جاي يقدموه حتى الناس أنا أشوفهم تعاون اللي الآن متساعدة مو مثل ما كانت ذيك الأيام ذيك الفترة أكو صعوبة لأنه البديل ما موجود ولأنه أصحاب المحال التجارية كل من ماخذ اللي بصفه والأمامة والناس أهل البسطيات يريدون يعيشون يطلعون خبزتهم وأكو ارتباك بالشارع اليوم لا تشوفهم أغلبهم يعني صاعد على الرصيف والشارع مفتوح وماكو بيه مشاكل وهذا جزء مهم جدا يعني هذا جزء مهم جدا من يكون اكو تعاون بين مواطن وبين بين ابو البسطيه بين الاخوه بالامانه يكون اكو تعاون مستمر حتى على الاقل انه ننهض بهذا الواقع اللي احنا نشوفه يوميا ونشوف تفاصيله يوميا بهذا الشكل نتمنى احنا الصحه والعافيه لكل مشاهدينا ومتابعينا وكل من يكون قريب للناس ويقدم شيء للناس خلينا نعبر على الجهة الثانية نشوف الأخوة طبعا هذا أيضا هذا الفرع والزقاق السلام عليكم شلونك حبيبي عمي شو أخبارك قواك الله قواك شلون عافية الله يخليك ان شاء الله زين الله يحفظك صعدتوا على الرصيف خويا ايه الحمد لله الحمد لله قبل كانت اكو معاناة واكو قضية وحاطينكم بالزائد خلينا نسولف هيجي اي طبعا يجيك ابو الامانة يظل يسولف عليك ويجيك العامل ويظل يسولف عليك الان تشوفون وضعكم افضل من قبل لو والله افضل قبل نازلين بالشارع طبعا هسه افضل لان الشارع مفتوح والعالم قاعد تمشي براحتها احنا كنا الصراحه يعني كنا متجاوزين على الشارع ومتجاوزين على المحل هذا جي اي فهسه يعني طبعا هو ماكو واحد ما يحب النظام ماكو واحد ما يحب النظافه بس احنا هاي مجبورين بس هو واحد مجبور من لا شارع شو يسوي يعني يقول لك جابرك على الامر منه فالحمد لله والشكر على كل حال الحمد لله صارت حتى اختلفت الحركه التجاريه صار اكو شغل لا تقريبا نفس الشيء وهم اقل اي والله لان هو الوضع بالاساس هو تعبان
من زمان. ايه من زمان. ايه من زمان تعبان. لكن هسه من انفتح ودخلت السيارات تدخل و اختلاف كبير والله. اي والله ماكو اختلاف يعني الظاهر هي هو الوضع الاقتصادي حيل تعبان. والعالم ما عنده ذيك القوه الشرائيه يعني وتشتري وكذا، مو مثل قبل، قبل لا كانت الحركه اقوى، حتى من كان الشارع مسدود. مخضر انت شو تبيع؟ هو مو هي المشكله، نوبات يجي واحد يقول لك يومي، هذا يومي لازم. مرات يجي واحد يعني يشكل عليك يقول لك شنو قبل العالم ما تاكل؟ بس هو هو الوضع تعبان، شو تسوي؟ عالم ما عنده وامكانيه ماكو هم العالم، وحركه العمل هم قليله. كلها تاثر علينا وعلى البيئه وعلى الشراء، كلها تاثر. الحمد لله. الحمد لله والشكر. يوم شلون اسعارك؟ والله انتم بسوق الصدريه بسيطه كلش وسهله. لا لا سهله اسعارنا كلش يعني بسيطه كلش. شلونها؟ تقريبا اغلى حاجه بألف، من الالف وجوه. اها. ايه. جيد، هذا الف وجوه وما جايب. لو ما جاي الحركه قليله اي والله. زين. هسه المنطقه على الاقل المنطقه هنا بعد بيها ناس ساكنين وبعد بيها حركه. موجودين نفسهم. موجودين. ايه ايه. لو كثرت البسطيات. كثرت البسطيات طبعا البطاله وكلها تاثر على البيع والشراء. اي اي انا شاكر فضلك حبيبي. يا طيب من جميله. اي من جميله. اقرب شيء تحياتي لك حبيبي. يا طيب هذه طبعا حلو من واحد يسولف بعقلانيه من يقول انا كنت سبب، يعني انا كنت متجاوز على الرصيف وماخذ الرصيف ومتجاوز على الشارع وهسه لا افضل جيد. يعني ناسك وبيها عندهم رزقهم وخروجهم يوميا الصبح من منازلهم حتى للعيشه، يطلع الصبح وما محتاج مشاكل، ما محتاج انه هو يجي شخص يقول له يابا انت متجاوز، ما محتاج، لانه هو طالع على باب الله فبكل مكان تلقاهم. يعني انت بغداد ليش كثرت بيها البسطيات وكثرت بيها حركة الشنابر صارت هواية؟ الناس يعني ماكو سببة رزق إلا هذه، ماكو. لذلك أنه تشوف الناس أغلبهم يلتجئون إلى هذا المكان حتى للعمل أو للشغل بشكل أو بآخر. عموما هذا حج نايم. السلام عليكم. غالي؟ لا 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 ما اعتقد. السلام عليكم. اقول له هلا حبيبي. الله يسلمك. اخبارك؟ والله جو راح. انت جاي تشرب شايك وتصيع على العالم. غالي غالي غالي. شلونكم؟ زين. شلونك؟ والله الحمد لله. اخبارك؟ والله اخباري زين الحمد لله. الحمد لله. من الصدريه خارج الصدريه؟ لا والله انا بحافظ القاضي. قريب؟ قريب ان شاء الله. اي قريب. انتم هاي المناطق ما تطلعوا منها، صعبوا عليكم طبعا. وين تفتر وين تروح؟ ريحه تهنى بها. ايه بغداد القديمه قديمه. اي مناطق شعبيه هذه. شنو الحلو والله؟ شنو يميزها؟ والله اهلها حلوين والله العظيم، يعني التراث مالها حلو وبسيطين، بسطاء كلش بسطاء. يا بعدنا طلب احنا يم دوله رئيس الوزراء. احنا خلي احكي لك حكايه، احنا عوائل ضحايا شهداء الارهاب. وعدونا ينطونا قاع ينطونا 50 مليون، لا القاع ولا ال 50 مليون. يوميا قدم طلب، ها بروح قدم طلب بالمؤسسه وراح ينطوك ال 50 مليون. الله شاهد هاي. ايش صار له بالله؟ انا ابني استشهد الله يرحمه ويرحم والديك من 2003 والله، بس بال 2012 قالوا قدموا على الجيعان لكم. زين. واذا ماكو قاع يوميا في القانون، ويوميا القانون شو يسووا له؟ هلو ما ادري شو يسوون والله. تراجع انت تراجع لو تارك الموضوع. قبل ثلاث ايام يوم الاحد راجعنا المؤسسه مال شهداء. قالوا طابقين 10 انتم. يعني اني المقدمين يعني من يعني من قناتكم الشريفه الحلوه لطيفة. شويه بلكي توصل صوتنا لدوله رئيس الوزراء الاكثر. ترى مو بس اني يعني. اي والله هو اي والله الاف مؤلفه شهداء ضحايا الارهاب. ترى ما عندنا بس الله سبحانه وتعالى هو المعين مالنا. راتب شي كفي، راتب شي كفي والله. ايجار ومصرف ودكتور وصيدلي. هم ما تلحق يعني. ما يلحق. مصرف البيت ومصرف المريض. اي والله كله. اكو مريض هذا. الفضائيه الموقره مالتكم. توصلين صوتنا. احنا بالخدمه. خادم الحسين. احنا على تواصل مع اولا مع الاخوه بمؤسسه الشهداء. ونتمنى يمشون معاملات، وعندنا هواي مشاكل نسمعها ونوصلها. ناشد لا اكثر ولا اقل. ودوله رئيس الوزراء خوزلمه ترى. بحظي بختي خوزلمه. مدى يوصلونه؟
يعني تعبالك وصلت له المستشارين مالت الوزاره، ما حد يوصل لاي شيء، لو وصلوا له بصوره صحيحه لا يصدر بها مثلا قرار هو من مجلس الوزراء يصير هو هاي اكو بنفس اكو عانين حتى لو تتقصد اكو اقتراح كلش حلو، الموظف خلي دائرته تنطيه، الجندي تنطيه وزاره الدفاع، الشرطي الداخليه تنطيه، والمو موظف حيلوه على الماليه على التخطيط على البلديات ومثل هذا هو. يعني هسه الموظفين لو يعطون كل دائره تنطي الموظف مالها اللي استشهد تنحل المشكله، ماكو مشكله. ما يصير ضغط على مؤسسه. ما يصير ضغط، ما يصير ضغط. واحنا نشكركم. انا جدا ممنون. الله يرضى عليك انت. هذه المنطقه افدوا. انا احبك من اشوفك بالفضاء اكون محب. الله يديم. والله يحفظك، انتم اهلنا واحنا والله بخدمتكم، ونيال اللي يخدم العراق ترى لازم ينخدم. لازم، هذا العراق هذا. هذا هواء حلو. للاسف. كله كله حلو، كله حلو. هسه خليني ارجعك شوي للمنطقه وذاكرتك والله. أيه هذا هذا الدهانه، اي ورا الدهانه اللي شو اسمه الشورجه، هو هذا كله شغل صدريه. لا انا الاتون، دربوله الاتون، هاي مال الاتون هذا. ليش الاتون هناك ذاك الفرع؟ هذه عندهم موكب، اقدم موكب بالعراق يمكن. والله العظيم موكب، يعني اقدم موكب بالعراق موكب الاتون. يطلع كل سنه يطلع. أنا يعني بصراحة قارئ عن المنطقة، بس الأفرع مالتها كل فرع وكل زقاق بيها تسمية، وهذا التسمية ما تجي احتباطا، أكو شخص بالمنطقة لازم هو اللي تسمى عليه وتعرف. أتمنى صديقي أبو فرح هنا أنا أقدم من عندي، هو يا رب المنطقة والله العظيم أقدم بقال بالعراق، أقدم بقال بالعراق. قبل البقاقير ما يصير بقال يا رجل كيف، إذا مو هوية من وزارة الزراعة عزل أبو المحل غير عشان عامي عزل. عندك هوية من وزارة الزراعة؟ اي فتح. ما عندك؟ يعزلوه. اي قبل قانون، قبل اللي احكي لك هذا، قبل من ملكية لحد قبل كم سنة هوية. لا هسه، لا هسه هسه فالتوه. انا خليت شاي يبرد. ما يهم ما يهم. وشايك علينا هسه راح. ها؟ انا عندي دقيقة دقيقة مو انا ادور عليك والله. عندي لا انا ملتقي بي. اني ابو شاي عندي حساب وياه فاتح لي صفحة. والله وداك راب شاي. اي فانتم شاياتكم علي. جزاك الله خير. والله العظيم داياكم. والله عمي رجال عندي بليمي ترى احنا. والله ايه ترى. احنا حياك الله. تحيات تحيات وسلام. تحيات فدوى قلبك. شلون اخوي؟ شلونك خاب عليك دايم. تعال هنا، تعال هنا. عليك في خاب. اي؟ يا خاد اسمكم. عمي اعطيني تليفونك. اعطيني تليفونك. انت انت ايش كاتب رقمي؟ ايش ما ادري انا ايش تدق علي؟ دقيقة وياك. خمس دقيقة. اكتب اسمك. هذا رقمي راح اكتب لك اياه وتخابرني. انت على شو اسمه مو قضيتك؟ على المحكمة. اي اي. مال المحكمة الإدارية، مال الكتاب اللي صار له 4 سنوات حتى تقول ما يذكرني، بس أنت ما مخابرني. المهم هذا كتبت لك إياه، وهذا كتبت لك اسمي. شلون شغلك اليوم؟ مو شلون، مو شلون دايع بك. هو من الصبح عكا دايع عشطار، من الصبح كذي. من كيف أنا صاحب دار، أنا صاحب دار، عندي دار، صاحب دار، داعي بد. اجر العربان ولا عربان؟ اي شال بدي شال قاعدي بي. اها ايه كابا صاحب ما الله يسعدك. اي كابا ما بدي شال. سامتك حلوه. نسيت اسمك. هسول. ها؟ سول هسول. هسول. هسون. ما هسول هسول. هسول؟ هسول. 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 رسول. حبيبي رسول. ها وين عندكم رسول؟ ها رسول. زين الاسم على اسمك. ربع ساعة يلا عرفنا الاسم. حبيبي رسول. يوم اي رسول. شوف عمر كتبت اسمه؟ اي كتبت اسمي. خليك يمي، خليك يمي. انا هسه راح اختم بهذه حلقة بيها ضحكة وبيها سالفة وبيها نقاش حلو وبيها اللي بهذه التفاصيل الشعبية. احنا الغاية انه نوصل هذه الرسائل.
وراح نستمر سواء في مدينة بهذه المنطقة أو في مناطق بغداد الآخر أو الأخرى. وإحنا اللي بصراحة اللي نقدر له نسوي، واللي ما نقدر له نقول لكم والله ما نقدر ونعتذر، وأكو ناس تتصل هواية علي وأنا بالخدمة، بس المشكلة كثرة الاتصالات والتواصل اللي هواية والصفحة وأرقامه موجودة عند الكل، وبإمكان الناس تتصل بي وأنا بخدمتهم، واللي أقدر أقدمه أقدمه. هذا واحد. اثنين، أكو بعض المعاملات هي صعبة، أكو بعض المعاملات اللي توصلني هي صعبة، فأحتذر منهم لكن يبقون على تواصل وياي حتى أقدر أشوف أنه في حال يوم من الأيام تمكنت من حل قضية أو تواصل مع إدارة بعض المؤسسات الحكومية حتى نقدر نوصل للحل والنتيجة. بعض المؤسسات بصراحة ما تتعاون، وبعض المؤسسات لا والله أبوابها مفتوحة حتى ما نظلم، فبالتالي تحملونا وشوية حاولوا تتصلون بنا، تكثرون اتصالاتكم حتى أنا خدمتكم وأرد على الكل. والله كل الحب والتوفيق لكل مشاهدين الأحبة ولكل من تابعنا ولكل من يسولف ويانا ولكل من يتصل ويانا ويتواصل ويانا. احنا الغاية خدمتكم والعراق لازم ينخدم. تقبلوا تحياتي، انا احمد ركابي وزملاء اللي رافقوني يوم المصور علي فلاح ومساعد المصور عمر ستار. نشوفكم باكر بخير وسلامة. واحد من الناس يومين على الزقر في الساعة 9 الصبح، والإعادة الساعة 4 العصر، والساعة 12 بعد منتصف الليل. إلى اللقاء.